إذن نبدأ في حالة التدريس الثانية. إذن أولاً طبعاً لما نقرأ المعطيات نكتبه مباشرة في السبورة. محلول أسواق لهيدروكسيد الصوديوم. إذن محلول هيدروكسيد الصوديوم اللي نمزجه برمز Na4OH. تركيزه المول يساوي واحد يساوي 10^3 مول على النجم. إذن تركيزه هذا محلول S1 تركيزه C1 يساوي 10^3 مول على اللتر. وحدة التركيز هي المول على اللتر. تحصلنا عليه كيف؟ بإذاب كتلة آم من هيدروكسيد الصوديوم النقي في 1 لتر من الماء. أوجد قيمة آم، معناها أخذنا 1 لتر من الماء. هذا 1 لتر من الماء أذبنا فيه كتلة آم للحصول على التركيز C يساوي 10^3. مطلوب مني إيجاد قيمة آم. إذا نعرف العلاقة تاع التركيز، نقول لدينا العلاقة التالية C تساوي آم على V. التركيز هو كمية المادة المذابة في وحدة الحجم. أيضا مادة فيها آم، لدينا علاقة تربط آم بآم، آم تساوي آم على آم. تذكرها في السنة الأولى. إذن العلاقة بين كمية المادة والكتلة هذه نعوضها هنا. ماذا نحصل؟ نحصل على C تساوي آم على آم على V. إذن وهي في نفس الوقت C تساوي آم كسر على كسر. إذن تحصل على آم على آم في V. ومنه آم ماذا تساوي؟ إذن آم تساوي C في V في آم. وهنا في هذه الحالة سيك سموها سي واحد. إذا تطبيق عددي الآن، تطبيق عددي آم تساوي 10^3 في V هي 1 لتر في آم. إذا آم لازم نحسبها الكتلة المولية لآن أواش، يعني الكتلة المولية الجزيئية لآن أواش تساوي مجموع الكتل المولية لذرات المكونة الجزيئة. ما هي ذرات المكونة الجزيئة هنا؟ أن أ والأو والأش. إذا تساوي الكتلة المولية للأن أ زائد الكتلة المولية للأو زائد الكتلة المولية للأش، وتساوي أن أ كم في المعطيات هي 23. 23 زائد 16 زائد 1. إذا تساوي 40 غرام لكل مول. أكيد بيتون 24 16 40. إذا مضروبة في 40. إذا 40 في 10^3 هي 0.04. بالتالي آم تساوي 0.04 وما ننساش الوحدة غرام. واضح. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، نقيس باستعمال خلية قياس ناقلية ذات ثابت ك. الناقلية جي من محلول أس واحد، فنجدها جي واحد تساوي 0.25 ميلي سيمنس. إذا قسنا ناقلية المحلول أس واحد وجدناها جي واحد تساوي 0.25 ميلي. هذا الرمز هذا تاع ميلي. ميلي سيمنس، ميلي سيمنس قداش تساوي في السيمنس؟ 10^3. دائما الميلي هي 10^3 في أي وحدة. إذا نواصل السؤال. ثم نقيس باستعمال نفس الخلية، مادام نفس الخلية واش معناها؟ نفس الك. ثم نقيس باستعمال نفس الخلية ناقلية محلول آخر لأس اثنين، لآخر أس اثنين لهيدروكسيد الصوديوم. يعني عندي أس اثنين لنفسه هيدروكسيد الصوديوم، تركيزه المولي سي اثنين يساوي 5 × 10^3، 5 × 10^3 مول على اللتر. فوجدناها جي اثنين تساوي، ما عطوناش القيمة تاعها، أوجد قيمتها. إذا المطلوب منا في هذا السؤال إيجاد قيمة جي، وكأني استعملت محلول قصد الناقلية تاعه ومن بعد استنتجت ناقلية تاع محلول آخر بنفس الجهاز. واش هي العملية راح نديرها؟ إذا لدينا جي تساوي ك في سيجما، هذه الأولى.
أيضا لدينا سيجما عندها علاقة بالتركيز فلنمضى في سي ومنه جي تساوي ك في لندا في سي. هذه العلاقة العامة. لما نتكلم عن المحلول الأول اس واحد، المحلول هو المحلول اس واحد، عندنا جي واحد الناقلية تاعو تساوي ك ثابت الخالية اللي قصت بها في لندا. يمكن نطرح عليكم سؤال، تحسبوا لي لندا تاع هيدروكسيد الصوديوم واش تساوي؟ هيدروكسيد الصوديوم لما يتفكك ان ا و اش ماذا يعطينا؟ يعطيني ان ا بلس زائد او اش موا. لما نقول لكم لندا تاع ان ا واش ماذا تساوي؟ لندا تاع ان ا بلس زائد لندا تاع واش موا. تسمى ك في لندا تاع محلول هيدروكسيد الصوديوم مضروبه في التركيز تاع المحلول الاول سي واحد. في المحلول اثنين، المحلول اس اثنين، جي اثنين الناقليه تاعو ماذا تساوي؟ كنفسها ولا حاجه اخرى؟ كنفسها. علاه؟ لانه قف ثابت وقسنا بنفس الجهاز. لو كان بدلنا الجهاز بالك تتبدل، قال لنا قسنا بنفس الجهاز يعني نخليو نفس الك. ولندا هي نفسها ولا وحده اخرى؟ او محلول هيدروكسيد الصوديوم معناها مجموع تاع هذا ما تتبدلش. اذا نفس اللندا، واش الفرق بيناتهم؟ تبدل التركيز برك. سمع عندنا زوج معادلات ونحوسوا على جي اثنين. طبعا هنا جي اثنين وعندي هذو ما نعرفهمش، فكروا في طريقه باش نتخلص منهم. جي واحد قسم جي اثنين، نقسموا المعادلتين. شوف تعاد عندكم زوج معادلات وعندكم اشياء مجهوله وتحبوا تخلصوا منها، حاولوا تقسموا المعادلتين على بعضهم. اذا مثلا المعادله هذه اسمها واحد وهذه اسمها اثنين، نقول بقسم اللي حابها مادام هذه اللي حابها نحسبها نخليها نديرها في المقام خير، بقسم اثنين على واحد نجد كي تقسموا معادلتين على بعضها، قسموا الطرف الاول على الطرف الاول والطرف الثاني على الطرف الثاني. اذا تصبح جي اثنين على جي واحد تساوي ك في لندا في سي اثنين على ك في لندا في سي واحد. هاكم تخلصتوا منها، تنحيلة رياضية بسيطة فقط. ثم أول مرة مش راح يعني تهددوا عليها، ولكن مهم سهل. باه نخلي جي اثنين، جي اثنين ماذا تساوي؟ جي اثنين تساوي سي اثنين على سي واحد، ونطلع جي واحد اللي إذا في جي واحد. واضح؟ خلي تطبيق العددي فقط. تطبيق عددي جي اثنين تساوي سي اثنين، هاي هنا خمسة في عشرة قوة ناقص ثلاثة على سي واحد عشرة قوة ناقص ثلاثة في جي واحد. جي واحد بالذات صفر فاصل خمسة وعشرين. إذا خليتوها بالميلي سيمانس راح تبقى بالميلي سيمانس، إذا حولتوها هكذا بالميسي علاه؟ لأن الوحدة تاعها هي تتزاوجهم تبقى لي الوحدة تاعها. إذا نقولوا في صفر فاصل خمسة وعشرين هذه تروح خمسة في واحد صفر خمسة وعشرين هي واحد فاصل خمسة وعشرين. إذا يستلزم منه جي اثنين تساوي واحد فاصل خمسة وعشرين ميلي سيمانس. واضح؟ طبعا أول مرة مستحيل باش ديروها. نروحو للسؤال الثاني، السؤال الثالث عفوا. نمزج حجم في واحد يساوي عشرة مليلتر مع حجم في اثنين يساوي 10 ملليلتر من المحلول الأول مع المحلول الثاني. إذا للتبسيط هنا لما تكون فيها مزج محلولين يعني حيحصلنا اختلاط، باه ما تختلطش الأمور علينا نستعين بالرسم. إذا عندي محلول اس واحد، اس واحد أخذنا منه هذا إذا في واحد يساوي 10 ملليلتر وتركيزه كم؟ تركيزه سي واحد يساوي 10 قوة ناقص 3 مول على اللتر، يعني كمية مادته ان واحد ماذا تساوي؟ سي واحد في في واحد. راح نمزجوها مع محلول اس اثنين حجمه في اثنين
يساوي 10 ملي لتر، وتركيزه سي 2 يساوي 5 في 10 قوة ناقص 5 في 10 قوة ناقص. إذا كمية المادة الموجودة فيه هي أن 2 تساوي سي 2 في في 2. كي نمزجوهم مع بعضهم نحصلوا على محلول، ما هو حجمه؟ في توتال يساوي في 1 زائد في 2، صح ولا لا؟ شوف الرسمه يساعدني بزاف في الامور هذه، لانه كتبقاو غير مع القيم تختلط عليكم. كميه الماده تاعو هنا اللي هي ان واش تساوي؟ او مزجناهم مع بعضهم، اذا كميه الماده تاعو تساوي كميه الماده تاع الاول زائد كميه الماده تاع الثاني. واضح انا سهل، يعني تخيلوا هذه فيها حبه سكر وهذه حبه سكر، كي نمزجوا مع بعضهم بالداخل نلقى زوج تاع السكر. متفاهمين؟ اذا نفس الشيء بالنسبه لكميه الماده. من هذه هل نقدر نحسب التركيز ام لا؟ تسمى طبعا هذه سميناها ان ثلاثه، وهذه سميناها في ثلاثه. معلوش جديد. التركيز سي ثلاثه ماذا يساوي؟ يساوي كميه الماده ان ثلاثه على في ثلاثه. واضح واضح ولا لا؟ كمية المادة سي ثلاثة ان ثلاثة تساوي ان واحد زائد ان اثنين على في واحد زائد في اثنين. ان واحد ماذا تساوي منها؟ سي واحد في واحد سي كمية المادة ان سي اثنين في اثنين على في ثلاثة على في ثلاثة اللي هي في واحد زائد في اثنين. هذه هي ستة، وكي نعرف ستة هذا نطبق نفس الطريقة اللي كنا نتكلموا عليها باش نستنتج النقلية ثلاثة. إذا ومنه سي ثلاثة تساوي اتفق عدد سي واحد في واحد عشرة قوة ناقص ثلاثة. شوف إذا خليتهم بالملي لتر أو نختزلوا مع بعضها أمان ما نديرش. شوف في عشرة ملي لتر اللي هي عشرة في عشرة قوة ناقص ثلاثة، 10 ملل هي 10 في 10 قوة ناقص 3 لتر. تفهمين؟ إذا زائد سي 2 هي 5 في 10 قوة ناقص 3 في في 2 اللي هي 10 في 10 قوة ناقص 3 على في 1 زائد في 2 اللي هي 10 زائد 10 في 10 قوة ناقص 3. واش يروح لك هنا؟ تروح لي هذا وهذا وهذا، هذا ترجع على المشترك، ولو كان ما حولناش راح نوصل لنفس النتيجة. إذا شوف بقات لنا 5 والعشرة، عامل نفس القوة، نفس القوة 5 و10 15 15 إلى 20 صوري 15 على 20 3 على 4 0.75 سبقت. إذا سي 3 تساوي 0.75 0.75 شقوة ناقص ثلاثة هكا، شقوة ناقص ثلاثة، هاي مش معقولة، مش مقبولة، هاي مش مقبولة، شتو علاه؟ هنا 10 في 5 10 في 5 يعني 16 علاه مش مقبولة؟ علاه ما قبلتهاش أصلا؟ مزجنا محلولين المفروض التركيز راح يتحد بين التركيز هذا. ما يكونش بعيد عليه، هنا لأن هنا 10 في 5 قدام 50 50 زائد 10 60 60 على 3 راح يعطيني 3 مش 10 قوة ناقص 3، وتأكدوا بالآلة الحاسبة 3 في 10 قوة ناقص 3 مول على اللتر. وكي ما نحولوش تجيك 3 تجيك نفس النتيجة، حتى ما تحوليش، لأنه لو كان ما تحوليش واش دير؟ ما تكتبيش 10 قوة ناقص 3 فقط. واضحة؟ تأكدوا من الآلة الحاسبة، معناها 70 ما تبانش.
يعني 5 50 وزيدوا لها 10 على 20 يعني تعطينا 60 على 20 واضح. اذا به نفس بان النقليه جاتني واش ندير؟ اذا نطبق نفس الطريقه مع هذه ولا مع جي اثنين ولا مع جي واحد. اذا جي من جي واحد تساوي ك في لندا في سي واحد، وجي ثلاثة تساوي ك في لندا في سي ثلاثة، وبالتالي جي ثلاثة جي ثلاثة قسم هذا إلى هذا على جي واحد تساوي ك في لندا في سي ثلاثة على ك في لندا في سي واحد. هذا الرقم مع بعضها متقسم على جي ثلاثة تساوي سي ثلاثة على سي واحد في جي واحد. هذا التطبيق عملي. إذن جي ثلاثة تساوي سي ثلاثة ثلاثة في عشرة قوة ناقص ثلاثة على سي واحد هي عشرة قوة ناقص ثلاثة. هذا يروحوا مع بعضهم في جي واحد صفر فاصلة 25 تخرج صفر فاصلة 75 إذا جي ثلاثة تساوي صفر فاصلة 75 ماذا؟ ميلي سيمس، لأنه هنا خليتها بالميلي سيمس. يعني هذا سؤال ما الأسئلة تاعو غير مباشرة، يعني صعيب باش تاخذها مباشرة خاصة مع البداية، ولكن تعودوا على هذا النوع من التمارين. إذا نكملوا الكتابة بسرعة ونلتقي التمرين اللي بعده.